السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله العظيم. محمد رسول الله. حلقات من السيرة النبوية العطرة كتبها للإذاعة إبراهيم سعادة، بطولة محمود ياسين، رويدة عدنان. محمد رسول الله. محمد رسول الله. المراجعة التاريخية أحمد رائف، الإخراج محمد فهمي الخولي. هل عدت يا حارث؟ ما أخبار القافلة؟ عادت من الشام وهي في طريقها إلى مكة. ومتى تصل يا حارث؟ متى تصل لأرى عبد الله؟ قريبا تصل القافلة. وهل مررت بآمنة اليوم يا بني؟ أجل، هي في بيتها ترقب العائد البعيد. كلنا نرقب عودة عبد الله، لقد أطال الغيبة علينا. أسألك عن شيء يا أبتاه؟ قل يا حارث. أتذكر نذرك عند حفر زمزم؟ كيف لا أذكر الفداء يا بني، فداء عبد الله بمئة من الإبل. أكنت قربت عبد الله لو لم ترضى الآلهة بإبلك؟ نعم، إني أفعل ذلك مرغما، لأن أمر الآلهة لا يرد. إذن تصبر يا أبتاه. ها؟ ويحك يا حارث. قل ماذا هناك؟ قلبي يحدثني بأن رزقا قد وقع. أمات أحد من إخوتك؟ أجل، مات عبد الله. عبد الله ولدي. تصبر يا أبتاه، الموت مصير كل حي. أين قضى عبد الله يا حارث؟ في يثرب عند بني النجار. فيما كان فداؤك يا عبد الله ما دام قد كتب عليك الموت العاجل؟ أقد أمهلك الله حتى تودع جنينا في أحشاء آمنة؟ قضي الأمر يا أبتاه، لعل الله يعوضنا عن بما تحمل آمنة. مرحبا بكم في قناة محب المسلسلات الإذاعية المغربية. عمت مساء يا رقية. ها؟ إلى أين؟ إلى بيت آمنة بنت وهب. لماذا يا أختاه؟ ألم تسمع الخبر يا سويدة؟ أي خبر يا ابنة نوفل؟ يقولون إن عبد الله قد مات. ويحك، من أخبرك بهذا؟ القادمون من يثرب. يرحمك الله يا عبد الله، مات ولم يطل به العهد مع آمنة. هذا ما قدر له يا ثويبة. أليس هو الذي تعرضت له قبل أن يتزوج آمنة؟ أجل، ليته وقع علي في ذلك الحين. لما تمنيت ذلك؟ حدثيني عن قصتك مع عبد الله. أجل، مر عبد الله يوما مع أبيه إلى دار وهب بن عبد مناف، فنظرت إلى وجهه فإذا بنور يتلألأ في جبينه لم أرى مثله قط، فقلت إلى أين تذهب يا عبد الله؟ قال
مع أبي. قلت: هل لك أن تقع علي الآن؟ ولك مثل الإبل التي نحرت فداء عنك. تعطينه 100 ناقة؟ نعم، لو طلب أكثر من ذلك لفعلت. وماذا قال؟ قال: أنا مع أبي ولا أستطيع خلافه ولا فراقه. وأنشد قائلا: أما الحرام فالحمام دونه، والحل لا حل فأستبينه، فكيف بالأمر الذي تبغينه؟ يحمي الكريم عرضه ودينه. هذا واللاتي ليس بكلام أهل زمانه. لو كان مثل أهل زمانه يا ذويبة لما عرضت نفسي عليه. ما دفعك إلى ذلك يا ابنة نوفل؟ طمعت أن يكون ذلك النور الذي في وجهه في، ولكن الله أبى إلا أن يجعله حيث يشاء. وماذا حدث بعد ذلك يا رقية؟ مر علي بعد أن بنى بآمنة بنت وهب. هل عرضت نفسك علي؟ لا يا ذويبة، فقد قال لي عبد الله: ما لك لا تعرضين علي اليوم ما كنت عرضته بالأمس. وبماذا أجبته؟ قلت له: فارقك النور الذي كان معك بالأمس، فليس لي بك اليوم حاجة. ولكن ما سر ذلك النور يا رقية؟ لعله نور النبوة يا ثويبة. أيكون عبد الله نبيا؟ لا، بل ربما كان منه نبي. من أعلمك بهذا؟ سمعت من أخي ورقة ابن نوفل بأن سيكون في هذه الأمة نبي، وأن هذا زمانه. لقد أخطأنا دين إبراهيم، وأصبحنا نعبد أوثانا لا تضر ولا تنفع، ولا ندري ما نحن فيه من الضلالة والعمى. والله إني لو أعلم أحب الوجوه إليك لعبدتك، لكني لا أعلم. ماذا تفعل يا زيد بن عمرو؟ ابتغي لنفسك مخرجا، فأنا أسير هائما على وجهي ألتمس أهل الكتاب فأتبع دينهم الذي ارتضاه الله لهم. إني أرى بصيص نور يتسلل من قوة صغيرة، لعل ما أرى صومعة راهب. سأعرج عليه علني أجد ما يعينني على ما أريد. عم مساء أيها الراهب. عمت مساء. من أنت يا أخ العرب؟ من مكة. وما جاء بك من البلد المبارك؟ إني أضرب في الأرض أسأل عن الحنيفية دين إبراهيم. إنك لتطلب دينا ما يوجد اليوم أحد يدين به. إن إبراهيم كان حنيفا، يصلي إلى هذا البيت الذي ببلادك. وماذا ترى أن أفعل؟ الحق الآن ببلدك وانتظر يا بني، فإن الله سيبعث من قومك في بلدك من يأتي بدين إبراهيم، وهو أكرم الخلق عند الله. أهو النبي المنتظر الذي تحدثت عنه كتب الأولين؟ نعم يا بني،
وهو الذي سيخرج الناس بدينه من الظلمات إلى النور، فيكون عصره خيرا وبركة، وسيسود دينه إلى يوم الدين. أحقا تقول؟ كل الحق يا بني. عد الآن إلى البلد المبارك، ولن يطول بزوغ الفجر الجليل. عزلت اللات والعزى جميعا، كذلك يفعل الجلد الصبور. فلا العزى أدين ولا ابنتيها، ولا صنمي بني عمرو أزور، ولا هبلا أدين، وكان ربا لنا في الدهر إذ حلمي يسير. ولكن أعبد الرحمن ربي ليغفر ذنبي الرب الغفور. أين كنت يا ثويبة؟ كنت هنا يا مولاي أتحدث مع رقية بنت نوفل. بماذا حدثتك رقية؟ حدثتني عن تعرضها لعبد الله. ذهب عبد الله يا ثويبة، ذهب ولم يعد. سيعوض الله يا مولاي. أيموت عبد الله وهو في ميعة صباه؟ أيموت أخي ولم يمضي على زواجه بآمنة غير شهور؟ إن آمنة حامل يا مولاي، وسيبارك الله بما في بطنها وسيعوض به أباه. أترين آمنة ستلد غلاما يا ثويبة؟ يعلم الله ماذا تلد يا مولاي أبا لهب. ليتها تلد غلاما يخلف أباه، ليتها. إن جاء ذاك الغلام فما تعطيني يا مولاي؟ أعطيك أغلى ما تتمني. مرحبا بكم في قناة محبي المسلسلات الإذاعية المغربية. قالت آمنة: عندما حملت بمحمد أحسست بفيض من نور ينسكب في عيني ويلج إلى قلبي، رأيت كأن شعاعا ينبثق من كياني فيضيء الدنيا من حولي، حتى لكأني أرى به قصور بصرى من أرض الشام، وسمعت هاتفا يقول: إنك حملت بسيدي هذه الأمة. بشراك يا مولاي عبد المطلب، بشراك يا مولاي أبا لهب. ويحك، بما تبشرين؟ تكلمي يا ثويبة، ماذا هناك؟ ولدت آمنة. ماذا ولدت؟ ولدت غلاما. غلاما؟ هو محمد يا ثويبة. الحمد لله، الحمد لله الذي عوضنا بمحمد عن عبد الله. غدا بإذن الله نلتقي مع السيرة النبوية العطرة. محمد رسول الله. حلقات كتبها للإذاعة إبراهيم سعادة، إخراج محمد فهمي الخولي.